اتفضلي مدام مها. مدام مها غاوية مطبخ، بتعمل حاجات كويسة بصراحة. انتوا برضه هتحكموا معايا على الحاجات اللي بتعملها، وان شاء الله يا رب تعجبكم وتكون حاجة جميلة زي ما انا شايف ان فيها حاجات جميلة. احنا هنبدأ، قلت لي هنبدا بالمحشي. هنبدا بالمحشي وبعد كده هنعمل حاجه بعديه السلط لا السمك المسخن. سمك مسخن بالسمك، اكله اردني حلوه قوي. وبعد كده جنبها هنعمل سلط يتقدم معاها الغموس. غموس جميل. وبعد كده الحلو. طيب اتفضلي ورقه. اوكي، وشوفي بقى المحشي ومكوناته ومقاديره قدامنا. طيب نقول المقادير. احنا محتاجين 4 سمرات فلفل الوان، ومحتاجين 2 صدر فراخ مكعبات، ومحتاجين 2 كوب مشروم، ومحتاجين 1/2 كوب زيتون اسود او اخضر يعني على حسب اللي موجود، ومحتاجين فص 1 ثوم، ومحتاجين 2 كوبايه بشاميل. وعشان نعمل البشاميل يعني كل معلقه دقيق بتاخد كوبايه حليب. جميل. وطبعا بنسيح الزبده وبنحط الدقيق، مجرد بس الريحه بتاعت الدقيق تروح خلاص بحط الحليب وبقلب وبنزل يعني بالملح والفلفل. يعني لا يعني بس ما بخليش لونه يتغير يعني. ريحه ده انا اصلا بقول دايما دي. لا هو لو اتغير هيبقى لونه بني. بني ايوه. فلو ادى بني مش هيبقى بشاميل خالص، ملوش علاقه بالبشاميل. جميل. طيب وبعدين حابه اضيف معلومه صغيره. في كتير جدا من ستات البيوت بيحبوا يعملوا البشاميل يحطوا عليه بيض. لا يا جماعه ده غلط، لان لو اتحط عليه بيض ده موضوع تاني غير البشاميل. كويس، انا برضو بقول الموضوع ده يعني معلومه بس ما فيهوش بيض، ما فيهوش بيض البشاميل. المقادير تاني بسرعه: 4 سمرات فلفل او حسب عدد افراد الاسره، 2 صدر فراخ مكعبات، وكوبايه مشروم، ونص كوبايه زيتون اخضر او اسود، وفص ثوم مفروم، 2 كوبايتين بشاميل، وكوبايه ونص كوبايه جبنه موتزاريلا يعني او كوبايه يعني عشان حاجه كده على الوش صح. يعني بس عشان ندي جراتان يعني. انت عايزه حاجه الاول تخش الفرن؟ انا بس ده الاول بشوحه في طاسه حاجه بسيطه يتدبل. يدبل معانا. يدبل فقط لا غير. لحظه كده ما ان هو بعد ما بيخلص بيدخل الفرن. جميل. طيب نحط التستين جنب بعض. تمام. واحده هنا وواحده هنا عشان خاطر نشتغل في ده زيت القليه. ده زيت عادي. تمام. يعني انت عايزه تدبليه بس؟ بس بدبله. طب انا عايز اسال سؤال. لو انا رشيت عليه شويه زيت زيتون او زيت عادي ورشه ملح وحطيته في الفرن مقلوب كده ممتاز برضه ينفع يعني؟ طيب جميل ممتاز، لان انا لما بحط الجبنه على الوش بديها بس جراتان، فانا ببقى معتمده عايزاه مستوي، معتمده ان هو خلاص اوريدي جاهز. جميل. كل حاجه فيه فما بياخدش. عايز اقول لهم بس المعلومه ان احنا الفلفل ده لو حطيناه في الفرن بعد ما ندهنه بشويه زيت يعني متهيألي هيبقى كله نفس درجة السوى. لان ده يا اما اغمره بزيت يا اما اغمره بزيت كتير علشان خاطر يبقى محمر وطري زي ما احنا عايزينه، يا اما ادخله في الفرن اسهل يعني. معلش سامحيني. لا 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 عايز اقول المعلومات البسيطه. لا 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 هو صح زي ما حضرتك بتقول بالظبط يعني. هو دي حريه ست البيت يعني. طيب احنا ممكن نغير الاماكن برضو. مفيش مشكله. هنا هتشوحي. انا بس محتاجه طاستين لسبب تانية. لان عشان انا هشوح المشروم لحاله وبعدين الفراخ مع البصل لحالها وبعدين بضيفهم على بعض. جميل. عشان كل حاجه يبقى ليها تست. اوكي اوكي. انا هستاذنك محتاجه معلقه. معلقه حاضر. استاذنك. خشب. اوكي اتفضل. عشان ده سيراميك. انت عايزه فص ثوم هنا؟ بس هنزل بيه بعد ما اشوح. ده تشويحه بسيطه. يعني عشان المشروم كومبوت فهي فكرتها صح ان هتشوحه شويه، لان انت عارف الثوم والبصل حساسين. نعم. هياخد معانا وقت كبير ممكن يتحرق يعني. جميل. طب ممكن ارش لك بقى طبعا ياخد تشويحه. اتفضل. عايز تشويحه بسيطه يتدبل بس يشرب مش عايز يستوي. لا لا يدبل فقط لا غير. جميل. طيب احنا هنحط زيت كده لان انا بعتمد انه بعتمد انه ما بيطلع بيبقى ما يدخل الفرن يبقى جاهز عشان برضو نشتغل في الحاجتين مع بعض. يبقى اسرع شويه. اوكي نجيب كرشه بس. ممكن معلقه صغيره اخد بيها الملح والفلفل ولا اعتمد على ايدي زي ما تحب؟ انا بقى بعتمد على حساسيتي دايما. خلاص اعمل زيك. لا 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 مش ممكن ما تعرفيش تظبطيها. يعني هم بيستغربوا ان انا منكم نستفيد. ربنا يخليك. لا هو عامه انا بايديا كده بعرف مقدار الملح والفلفل. ده تعود وخلاص يعني. فعلا بقى لنا فتره في الموضوع ده. انا بس هدهن ده. اوكي يوسف شويه زيت. وهستأذنك انا هنزل بعد كده بالثوم. جميل. انا بس كده تشويحه بسيطه يا شيف. اوكي ماشي.
كده، نحط ده شويه كده يدبل في الفرن. وبعدين باخد معاه قطعه كده بس يعني ازا تيست يعني زبده. ازا تيست يعني بتدي طعم ريتشي شويه. انت بقى حبيت المطبخ من ايه بقى؟ انا من وانا صغيره الحقيقه غاويه قوي مطبخ، ومامتي الله يرحمها ويحسن اليها يا رب معودانا كلنا ان احنا ندخل المطبخ، حتى اخواتي الرجاله ما شاء الله تاكل من ايديهم احلى اكل يعني ربنا يخليهم في الدنيا ما شاء الله. يعني عندي اخويا مدحت يعشق الكبده ويعشق المكرونات، فهو غاوي يقف ويعمل بايده، فهي ما شاء الله عودتنا كلنا عشان لو حد عاش بره نعم لوحده يبقى معتمد على نفسه يعني يقدر يعتمد على نفسه. بس انا اختلفت حاجه يعني معاه حد او كده يعتمد على نفسه. انا بس اختلفت لان انا درست مطبخ. جميل. دي اول حاجه. فين بقى؟ انا خريجه سياحه فنادق فانا درست مطبخ اوريدي فلما درست المطبخ حبيته اكتر وشفت عشت الجو ولذيذ. بس ليا بقى السيستم وليا ستايل كده في طريقه ال يعني انا كده ده خلاص انا كده محتاجه الطاسه تانية. لا بوله نحطه عشان يبرد. اوكي تحب احطه انا؟ لا لحظه انا اخد نفس الطاسه طالما بتطبخي نفس الاكله. أوكي. ليه بقى نوسخ طاسه تانية؟ خلاص تمام نفس النكهات احنا محتاجين يعني. نقلب ده حاضر يا ام محمود. الو الو. وانا لما باجي اعمله بغطيه عشان تعريف الطاسه محمود دي تبقى احسن. افضل يا ياسر. تمام طيب تقريبا التليفون قطع. لا لا حاول تكلمينا تاني يا ام محمود واحنا منتظرين تليفون حضرتك. ممكن استخدم معلقه ثانيه عشان حضرتك بتقلب. عايز اقول لكم ان الاكله دي لوحدها طعمها حلو قوي لان انا عارفها. هتعجبكم جدا. ناخد زبده المره دي بقى هناخد سنه زيت. زيت لا زيت عادي اهو. اوكي سوري. لا زيت الزيتون يعني عشان خاطر بيدي نكهه مختلفه. بس برضو اللي مش حابب زيت الزيتون مفيش مشكله. احنا بنتكلم عشان كده هنزل كده بقى بالفراخ. صدرين فراخ متقطعين مكعبات. جميل. هو يعني الكميه اللي انا عاملاها لصدرين على قد صدرين فراخ، لكن على حسب بقى هم عايزين نص كيلو كيلو على حسب افراد الاسره. انا بقول دايما ان احنا لما نعوز نزود في كميه الفلفل او عندي مثلا عامل ده على حسب مش لازم يبقى صدرين زي ما انا قلت في المقادير او مدام مها قالت في المقادير. لا ممكن يبقى اكتر كميه يعني عايزين نضيفها علشان تأدي قصدي تقضي عدد الأسرة. الافراد. ايوه الموجودين. عدد افراد الاسره. ايوه انا شايف ان الفلفل خلاص كده خلاص انا بس بديله طيب. تشويحه وهشوف الفلفل اللي هنا. تمام اوكي وهنا برضو كري خالص اهو بس لسه ملونش هنا. أوكي. لون اصلع لان كانت لان هو مباشرة. اصل عمايله ان انا بشوحه نص تشويحه وبعدين بدخله يكمل سوا في الفرن لانه بياخد جيلاتين ما بياخدش 3 دقايق يعني. هات الساعه تطلع ده وبعدين انا بنزل بالملح والفلفل هنا يا شيف على الفراخ عشان اتبلها. اتفضل. اوكي بنزل عليه. كان انا هذكركم هي عملت ايه، شوحت المشروم مع كميه من الثوم حوالي فصين. أيوة. او 3 وبعد كده حطت عليها رفعت المشروم وحطت الفراخ بتتشوح في زيت في زيت وزبده وهنا الفلفل خلاص. الفلفل خلاص اهو انا هرفعه بس بوله وبنسيبه بقى يتصفى خالص من الزيت اللي يهدى فيه كده. ويهدى اهو ونحط ده عليه اللي احنا عملناه في الفرن. تمام ونجيب الطاسه دي لان هنحط فيها يعني الناس اللي بتعمل دايت ممكن ما تستخدمش زيت وتحطه بس كده في الفرن يتشوي. لا ممكن يدهنوه معلقه واحده. طب هناخد اتصال معانا اصلا. اسراء اهلا بحضرتك. لا عشان دي اقوى. تمام اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. ازيك اهلا بيكي اتفضلي. ازي حضرتك؟ انا بخير والله لما بسمع صوتك. على البيتزا. البيتزا حاضر من عينيا. حاجه ثانيه؟ لا ربنا يخليك. حاضر من عينيا حاضر. بشكرك على اتصالك وان شاء الله هجاوبك على البيتزا. عايز اقول بس للساده المشاهدين اصدقائنا واصدقاء البرنامج اللي مشتركين معانا ما تقلقوش ادواركم جايه والله مش ناسيينكم وان شاء الله بالتسلسل كله هيبقى موجود معانا. هي كده خلاص كده يا شيخ. بس احنا بنتمنى ان حضراتكم ما تستعجلوش لان احنا عندنا كم كبير جدا
من السادة المشاهدين مقدمين معانا، فاحنا بناخد بالأقدم، بناخد بالأقدم. طب خلينا وانا اصفيها لك من الزيت بره. لا انا ممكن اصفيها. طيب. ما تقلقش يعني كده خلاص احنا حطينا كده الفلفل اهو انا رصيته لك. تمام. انا بقى بعمل ايه دلوقتي؟ انا بحط بس احنا الزيتون. عايزين اسرع شويه من فضلك. طبعا احنا حاليا بنحط الزيتون. اوكي بقلبه كده وبنزل بالزيتون. حلو قوي ريحه الفلفل أوه. بعد ما تشوح كده طبعا تبقى تحفه، والحاجات دي طعمها اكيد هتبقى هايله مع بعض اهو. يعني حطينا الفراخ، حطينا الزيتون، وهنحط عليه المشروم والبشاميل. ايوه وهنقلبه كله مع بعض. نجيب معلقه وبعدين بمعلقه بحشيه. جميل. اوكي وبعدين بحط الموتزاريلا وبحطه في الفرن، بياخد تقريبا 5 دقائق. جميل. لو طيب. الفرن حامي يعني. لا الفرن حامي ان شاء الله. تمام. عندنا كل حاجه كويسه كده. تمام. يعني اسمح لي الدعات اهو انا هساعدك اسرع. انا ممكن برضو اعمل معاك عشان اسرع واسرع، عشان بس احنا انتوا عارفين ان اللي بيتحكم فينا دايما الوقت. الوقت صح. عشان عندنا عشان لسه حاجات تانية. ها عشان نبقى شكرا جاهزين. يا مجدي الف شكرا يا حبيبي، ربنا يخليه. دايما طول عمرك سباق بتاع والله، بس اتشعرت يا مجدي خلي بالك. انت عارف. طبعا. وبعدين بحط البشاميل يا شيف. اهو خلاص كده. يعني بحط الموتزاريلا. الموتزاريلا شويه فوق كل واحده. وهتخش عشان تاخد جراتان. تاخد الجراتان وكده. احنا كل اللي هنعمله هنحطها تحت الشوايه عشان تاخد معانا الجراتان. هنستاذنكم ناخد فاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع ان شاء الله نعمل مسخن السمك. اكيد هيعجبكم جدا لان في نكهات مختلفه. يا ريت تخليكم معانا، ما حدش يروح في اي مكان لغايه بعد الفاصل ان شاء الله.